النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتهم الشارع العربي دلوقتي وخصوصا في مصر، ان ايه الفرق بين ايفون 6 وايفون 7. فاحنا بس هنا حبينا نعمل حركة جديدة ونوري للناس، مش جديدة قوي يعني، بس نوري للناس ان في شوية فروقات مش الواو قوي، فحبينا نوضحها علشان نشوف الناس رد فعلها ايه، ويبقى الحكم في الاخر ليك انت اذا كنت هتشتري ولا مش هتشتري. طيب بالنسبة للظهر، ده الفرق بين ده ال 6S وده ال 7. طبعا شايفين الفرق ان الكاميرا اكبر شوية واوضح، طبعا ما فيش الخطين زي اللي موجودين في الايفون 6S. اما بالنسبة للوش ف ما فيش اي فرق خالص. الحاجة الوحيدة اللي يمكن خدتوا بالكم منها دلوقتي ان واحنا بنمسكه اول ما ترفعه كده بيطلع لك الشاشة وبتتفتح، يعني حاجة حلزوني دائري. اما دوت لو قعدت تشلب فيه النهاردة الصبح ما فيش اي حاجة. بالنسبة ل الحاجة الجديدة اللي حبوا يعملوها ان هم زودوا السماعة، حطوا سماعة زيادة تحت، وطبعا لغوا زي ما كل الناس عارفة لغوا السوكت بتاع الهيدفون، وهو نفس السماعة اللي على الشمال. في حاجة تاني برضو لما نشغل فيديو هنحسها، ان الصوت برضو مزودين سماعة عن سماعة الودن هنا، الصوت بيطلع منها جامد. بالنسبة للعلبة ذات نفسها، فالعلبة بتيجي علبة عادية خالص، فيها الكتالوج بتاعنا اللي انا بحبها اصلا، منزقهاش في اي حتة، بتفضلها الشاحن. الجديد بقى ان تولك السماعة ندخل دوش، دي مش السماعة الواي فاي او الوايرلس الوايرو، والوصلة الجميلة التعبانة اللي مزودينها عشان تسمع منها. بالنسبة للأوبشنز اللي في التليفون ذات نفسه، هي فيها شوية أوبشنات مش الجامدة أوي. طبعا الفرق إن إيه، بدل ما بتبتدي من 16 جيجا بيبتدي دلوقتي من 32 جيجا، دوت مش مهم أوي لأن الأبس اللي منزلينها والإمكانيات اللي منزلينها في الأبس الجديدة يعني واخدة مساحة كبيرة، فهي نفس المشكلة. 16 جيجا 8 جيجا منهم ادز، فانت عندك 8 بس اللي متاحين، سواء كونتاكتس ولا رسائل ولا ايميلات ولا صور، وهي نفس المشكلة في 32 جيجا. لما يبقى الابز اللي عندك فوق ال 20 جيجا ابز، هيبقى عندك نفس المساحة عشان تحط عليها صورك وايميلاتك ومسجاتك. بالنسبة الناس اللي بتسأل هو ضد المية ولا مش ضد المية، في ناس كتير عملت بحث عن الموضوع دوت ولقوا ان هو ضد المية، بيقعد اكتر من 25 دقيقة يستحمل تحت المية، و بس ما بيشتغلش تحت المية، يعني هو بيبقى ممكن ينزل المية بس ما بيشتغلش تحت المية، وما ينزلش اكتر من متر، ما ينزلش اكتر من متر. طبعا قلب ايه وقع معاه في المية، بس ما بيشتغلش في المية، يعني مش هيفيد ان انت تحطه في المية وتتفرج على حاجة تحت المية ولا حاجة، عشان الناس اللي بتحب تطول في الحمام اتفرج على اهم الاخبار تحت الدش والكلام دوت. فمعلش يعني مش هينفع الكلام ده في التليفون الجديد. بالنسبة لامكانياته، امكانياته الى حد ما كويسة. الكاميرا مش الواو قوي،
انا ديت لو خدتوا بالكم هنا دي صورة يعني الشقة وهي مبهدلة غسيل وحوارات. الصورة مش الواضح قوي ان هي جامدة واو يعني، علشان انا عملت حاجة ويعني عايز اعرف رأيكم فيها برضو، ممكن تشوفوا معايا. انا اخدت نفس الصورة من على التليفونين، فانا من رأيي ان هنا الالوان اغمق شوية، بس هنا الصورة هنا يعني اوضح، فانا برضو ممكن انتوا يعني تشوفوا الفرق. انا وقفت في نفس المكان وصورت نفس الصورة. بالنسبة للسعة بتاعة التليفون 32 جيجا، بس مش مهم يعني، زي ما قلنا يعني تقريبا السيفن اس بلاك ده اللي هو ده، انا عمل بري اوردر يعني طلبته قبل ما ينزل، طلبت يوم 10 وجالي يوم 16. طبعا قعدت 5 ايام على ما عملت اكتيفيت وبتاع، وحطيت فيه الشريحة وجربته، وكانت البطارية بتسخن، ودي حاجة منتشرة جدا في التليفونات ابل اليومين دول. حصل معايا نفس الكلام مع الايفون 6 مش ال6 اس، برضو الشاشة سخنت، وكانت لما باجي اشحنه اول اسبوع بعد كده غيرته التليفون دوت الشاشة بتاعته والظهر بدأ يسخن اول شهر، اول سوري اول يومين، وما كنت خايف يعني، بس بعد كده اتعادل. فقعدت ابرجه كتير وعملت موضوع الميه ده مش اكتر، مش اعمق من متر يعني، متنزلش بيه حمام سباحة وتنزل تحت وتعمل فيها نفسك رني علواني وتطلب معاك تصوير تحت المية. مش هيصور مش هيشتغل، لو وقع في المية هيتلحق عشان تعمل 25 دقيقة. ال 6 بلس سوري ال 7 بلس أسرع من ال 7 لأن البروسيسور بتاعه أعلى والريزوليوشن بتاعت الشاشة أكبر، ف يعني إلى حد ما هيبقى مفيد للناس اللي حابة التصوير وحابة الأبس الكتيرة والكلام ده عشان ما تقلش الجهاز. بالنسبة للظهر هنا وللوش حضرتك يعني من أي حاجة هيتخربش، فأنا اشتريت الجراب قبل ما اشتري التليفون أساسا علشان تزعم الشوربة ينفخ في الفنجان. بالنسبة لمدة المكالمات في التليفون دوت أعلى شوية، توصل لمدة ساعتين تقريبا أعلى. ال 32 جيجا لو بالنسبة لو ما معكش فلوس هات ال 32 جيجا، لو معاك فلوس حاول تجيب ال 128. الحل هنا إن أنت مش هينفع تسمع موسيقى ومش هينفع تشحنه في نفس ذات الوقت، و بالنسبة لأن أنت تشحنه وتبقى مشغل مثلا يوتيوب ولا الآي ساوند أو أي أغنية عندك على التليفون هتسخن التليفون. جربتها وعملتها ما نفعتش. الحل الوحيد إن هم دلوقتي بيبيعوا شاحن كده صغير عبارة عن يعني قاعدة كده بالسوكت بتاع الشاحن، حط في الشاحن بعد كده القاعدة ديت فيها مكان للسوكت بتاع السماعة، وساعتها ممكن تستخدمه الاتنين في نفس الوقت. بالنسبة للزرار دوت، الزرار دوت مش حقيقي، الزرار هنا مش حقيقي يعني انت ده 3D. بالنسبة لل 3D اللي هو يعني هو بيحس صباعك فبيديك زي ذبذبات كده، انت بتحس ان انت دوست على الزرار بس هو مش زرار. هو الناس بتقول ده هو ضد المية، مش ضد المية، ينفع تستخدمه ما ينفعش تستخدمه. هو يا جماعة تاني تحت المية مش هيشتغل، بس ممكن يقعد تحت المية 25 دقيقة مش أكتر من متر عشان الضغط. أكتر من متر الضغط بتاع المية هيخش جوه السماعة وهيعمل مشاكل. الكاميرا بالنسبة للسكس أو بالسكس إس مش أحسن كتير مقارنة الكاميرا بتاعت 7 بالسكس أو السكس إس مش أحسن كتير. اليومين دول أهم حاجة دلوقتي الناس تعرف إن السنة الجاية ناس كتيرة قوي
من آبل ذات نفسهم أكدوا إن السنة الجاية مش هيبقى فيه 7S، هيبقى فيه الـ 8 اللي هو هيبقى الواو، علشان بالنسبة لشركة آبل السنة الجاية هيبقى بقالهم 10 سنين، فبيحتفلوا هينزلوا حاجة واو. وعشان كده بدأوا يعملوا الوايرلس هيدفون اللي نازلة الشهر الجاي ب 170 دولار، 160 على الويب سايت بس بعد التاكس، هنا بيدفع تاكس طبعا. على ما تيجي مصر أو الدول العربية هتبقى وصلت لحوالي 18,000 جنيه ولا حاجة. طبعا أنا بهزر يعني. دلوقتي بالنسبة للآي أو إس اللي هو الفيرجن بتاعت السوفت وير الجديدة، هنا فيها مور أوبشنز. لو حبينا مثلا نعمل رسايل دلوقتي في حاجات طالعة جديدة وحاجات فظيعة، ده صاحبي حبيبي بنتكلم كده. طبعا هم خدوا الفكرة بتاعت سامسونج اللي هو تكتب بصباعك وتعمل اللي انت عايزه ويتبعت اي حاجة في اي بتنجان. طبعا قبل ما بيهزروش يعني، قبل عايزة تكوش على كل حاجة ومزيم ما بتهزرش. حاجات كتيرة، مور اوبشنز في الصور، مور اوبشنز في الرسائل، مور اوبشنز في الايميلات، طبعا الفيسبوك والواتساب والماسنجر والحاجات دي مش ما فيهاش فروق جامدة. الكاميرا فيها حاجات مور اوبشنز، هنا ممكن بعد كده الواحد يبقى يعمل عليها فيديو لوحده، طبعا مش هنخلص يعني. دي كانت اهم حاجات الفروق الواو قوي في التليفونين. مفيش جديد، حبيت لو تقدر تستنى السنة الجاية عشان نشوف الايفون 8. الناس متوقعة ان هم بعد كده هينزلوا الوايرلس هيدفون مع التليفون ذات نفسه، ثم يحبوا بس يجربوا رد فعل الناس. هتنزل قدام من السنة الجاية.